في إطار القرار الوزاري 1275 المتعلق بإنشاء المؤسسات الناشئة، تتبنى جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران رؤية 2027، وذلك عن طريق توجيه جميع الإمكانيات من مشاريع التخرج وغيرها لخدمة المجتمع وحل مشاكل مدينة وهران لجعلها مدينة ذكية عبر إنشاء مؤسسات ناشئة. تم تحديد العديد من مجالات العمل كالتسيير، الطاقة، التعليم، النقل، الزراعة، الصحة، العمران، المياه، المصانع وحتى الأعمال الخيرية. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع للإطلاع على المشروع وكل المستجدات.